انت عندك مشكله في اللبس المفتوح جدا جدا، يعني ما ينفعش تلبس بيكيني؟ لا بيكيني ده تلبسه بقى وهي بقى ساكنه في القاهره بقى وهي قاعده في البيت كده، ممكن تلبسه في البيت. ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني، وبينهم الحيطه دي. البلايند ديت بتاعنا عباره عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بالجواز، لبس، فلوس، شغل وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي، وفي الآخر قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين هيكرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لا. هاي. واضح من الصوت ان في رقه كده، ودي احلى حاجه انا بحبها من اولها. انا بقول الحقيقه والله. انت برج ايه؟ طيب والله بص انا خايف بس تصدمي، يعني في ناس بتحبوش وفي ناس بتحبه، بس انا برج الاسد. شفتي هي ما بين تمام؟ كنت اقول تمام والله، الحمد لله انه مش الجدي اهم حاجه. لا 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 بكره الجدي. انت برج ايه؟ سرطان. اقرب اتنين ليا سرطان ومامتي سرطان. ايه ده بجد؟ انا مامتي كمان سرطان، تخيل. كمان قولي لي بقى، انت اول مره تنزلي ديت على البحر؟ اول مره انزل فيرست ديت على البحر. عايز اقول لك ان دي كمان اول مره ليا. انت كمان؟ اه. طب انت بتحب السان سيت اكتر ولا السان رايز؟ لا بحب السان سيت. ايوه انا ما بحبش برضو الصحيان بدري او ان انا ما انامش او كده. بحبه علشان لما بنزل اروح اتمرن او الكلام ده، لكن طول ما انا بتسحب. بتحب تتمرن؟ اه بحب اتمرن جدا. تتمرن ايه؟ انا اصلا بلعب كوره. بتلعب كوره؟ بحب العب كوره. وبعدين عايز اقول كمان ان حته الرياضه دي عندي مهمه بشكل مش طبيعي. انت بتحبي الرياضه عامه؟ لعبت رياضه كتير قوي في حياتي، بس يعني بس انت لازم تروحي الجيم. ليه؟ انت ما شفتنيش اصلا، ليه بتقولي لازم اروح؟ لا لازم تروحي عامه. بص انا كده كده هخليكي تحب الجيم يعني. اما نشوف. لا لا سيبي لي نفسك بس. اسيب لك نفسي؟ هنشوف. سيبي نفسك في الحته دي بس يعني دلوقتي، سيبي نفسك في حته الجيم. احنا لسه في هاي. ريد فلاج. عارفهم طبعا. طب عندك منهم قد ايه بقى؟ يعني مش كتير. يعني ايه يعني كواليتي مش كوانتيتي يعني؟ لا بصي هو مش فكره كده، بس اللي هو يعني انا ما دخلتش في المواضيع دي كتير قوي. مواضيع ايه؟ ايه عيوبك؟ ايه عيوب شخصيتك؟ انتوا بتسموني تزنقيني يعني. انا لسه ما زنقتكش خالص والله. انا عصبي، عصبي بشكل مش طبيعي. بتزعق وكده؟ لا مش بزعق. انا كمان عصبيه عادي. لا بصي انا هقول لك بس حاجة. يعني في حدود كده كده، في حدود وفي احترام. ده أم يا سلامك. ده بجد انت عمرك اتخانقت مع صاحبتك قدام الناس؟ اتخانقت مرتين، بس المرتين كانوا غصب عني زي ما قلت لك. مرتين ده قليل. ايه الحاجه الثانيه بقى؟ الحاجه الثانيه ان انا ممكن اكذب كتير. بس كتير؟ ما هقول لك بقى. طب اسمعي هقول لك. مش زي اللي بيقولوا. اولها وحش واخرها حلو. ممكن اكذب كتير بس اكذب الحاجات البيضة، يعني الكذبه البيضة. هو ايه بقى الكذبه البيضة دي؟ الكذبه البيضة دي مثلا زي انا قايل لك مثلا انا رايح عند واحد صاحبي. وتبقى رايح عند واحده صاحبتك؟ انت كده الموضوع هيبتدي. تبقى رايح فين؟ مش رايح عند واحد صاحبي، بس ممكن اكون مثلا قايل لك رايح تجمع عنده، وانا رايح عند واحد تاني مثلا في مدينه نصر. بس ليه يعني؟ ما هو دي بقى عيب. ما هو عشان ليه؟ ما هو ده السؤال. عشان هو عيب. عيب؟ لا الواحد بيكذب لما بيبقى فيه سبب. الكذب البيضة دي يعني بشوفه لذيذ بالنسبه لي يعني. لذيذ ده انت انت مختار تكذب يعني. بص هو انا مش مختار، بس اوقات كتير جدا ببقى قاعد زهقان، ببقى عايز اتسلى. هو انت بتهزر ولا بتتكلم؟ والله العظيم بكلمك بجد. بتحلف؟ ببقى عايز اتسلى عادي جدا، فممكن اكذب كذبه بيضاء عشان انت مثلا تتخانقي معايا، فارجع اقول لك والله مش عارف ايه. ماشي براحتك. ايه ما فيكيش عيوب خالص يعني؟ انا ما قلتش كده، انا مليانه عيوب. خلاص يعني انا احل هنا وانت تحلي هنا و بس تحت الاثنين في الاخر كده كده. ايه بقى انت ريد فلاجز بتاعتك؟ يا رب خير. انا عصبيه جدا عشان كده شفعتها لك يعني. بس الصراحه بطلع وبنزل على ما فيش. عيب فيا مثلا ممكن اتخابس عليك لما ابقى عايزه اوقعك في كلام مثلا. لا 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 ده عيب صعب. لا مش احسن من الكذب؟ لا ده كذبه بيضاء، لا ده خبص. هل انت هتعترف؟ طبعا انت كذاب اصلا، فمش هتعترف اصلا. اصلا الموضوع كده كده مش هيمشي. ممكن احنا نتخذ الفرصه ان كل واحد فينا يغير العيب ده يعني. هناخدها مثلا. انت تبقى صريح وانا مش هحتاج بقى اتخابس عليك، فاهم؟ اخد خبص
خبز ابيض يعني عشان نعرف خبز ابيض. بص ولا مؤمنه بالكدبه البيضاء ولا في حاجه اسمها، هو دي عيوب. طب قولي لي ايه بقى الحاجه التوكسيك اللي اللي دايما بتعمليها في الريليشن شيب؟ يعني هتلاقيني دايما عند اي خناقه هقول يلا نسيب بعض دايما، وببقى متوقعه ان هو يتمسك بيا، مش ببقى عايزه اسيبه ولا حاجه. ممكن ما يكونش بيقبل كده. انا لما بحس ان انا مثلا مهدده ببقى عايزه احمي نفسي، فبعمل ايه؟ بمشي انا، بس ببقى انا مش عايزه امشي اصلا. في الاخر عايزه تشوفي الاهتمام اكتر وتشوفي هو بيحبك قد ايه. يعني ايه؟ ما هو اكيد بيبقى عامل حاجه مضايقاني يعني، ما انا مش بصحى الصبح، او ساعات الصراحه بصحى الصبح. طب قول لي ايه ريد فلاج كنت فاكر انك عمرك ما ممكن تستحمله، بس اللي هو اتحطيت فيه قبل كده ولقيت نفسك قادر تستحمله؟ انا لو قلت لي حاجه هتصدمني دلوقتي. قول قول. الكدب. مع انك انت كداب اصلا. او شفتي انا عالم مجموعه، انا مش بشتمك والله، بس انت اللي قلت على نفسك. لا متوقع. بص انا متوقع الرد ده كده كده. الكدب ده اكتر حاجه بكرهها في حياتي، ان حد يكذب عليا. فانت اللي هو بتسمح لنفسك ان انت تكذب، انت تبقى مثلا في لبنان وتقول لها ان انت عادي مثلا عند واحد صاحبك في القاهره. بصي لو كدب كدبه بيضاء انا موافق. طب قولي لي ايه اكتر ريد فلاج انت عمرك ما تقدري تستحمليه؟ انا بقيت حافظه الناس النرجسيه. النرجسيه دي بالنسبه لك هو تنك يعني، بيتكلم يعني نفسه مثلا نفسه. لا مش تنك، بيعرف يتكلم كويس قوي قوي من اول مره كده، ويقعد بقى يقول لي بحبك وبموت فيكي، ويقعد زي ما انت عملت كده صوتك حلو قوي وايه الرقه دي وهاخدك الجيم. انا عملت كل ده على ايدي، هحببك الجيم. انا عملت كل ده. انت ما شفتنيش اصلا يعني. انت انا بقولها بنيه صافيه، مش بقولها بنرجسيه، ده نيه صافيه. انا راجل بحب الجيم، فعايزك تحب الجيم عادي. صوتك رايق ده انا مش هرجع فيه بصراحه عشان ماشي حاجة. بس ما تقوليش بقى مثلا بحبك وعايزه اتجوزك وكده مثلا غير بعد فتره. لا كيكه مستحيل يعني. مستحيل ليه؟ لا احنا لسه في اول الحلقه، في الاخر ما تخافش في اخر الحلقه هتبقى عايز تقول كده. انت بقى ايه اكتر ريد فلاج عمرك ما ممكن تستحمله؟ العند. العند في ايه مثلا؟ العند في اي حاجه غلط انت عارفه ان هو صح وشايفه ان كلامي صح، بتعندي في الغلط ليه؟ يعني احكي لي موقف مثلا حصل لك. لما كنت مصاحبه قلت لها ما تنزليش، بعتت لي هي لابسه لبس معين، فقلت لها انا مش حابب اللبس ده هتنزلي بيه وكده. هي فضلت تعاند مع ان هي عارفه ان هو غلط. لازم لو انت مرتبط بواحده تبعت لك لبسها قبل ما تنزل وكده؟ لا مش لازم خالص. اشمعنى المره دي بالذات اللي حسيت لا؟ طول عمرها لبسها مش اوفر، ودي كانت اول مره تعمل كده، فعلشان كده يعني ما كانش مناسب مع المكان اللي هي رايحاه ولا مع الناس يعني الناس. لا ما كانش مناسب للمكان، بس خلي بالك هو الموضوع مش في المكان، هو موضوع في اللبس يعني. حتى لو رايحين فين هو ده. انت مصمم متاكد انها كانت صدفه انها اول مره تلبس كده صورت لك؟ هي دي كمان كده بيضه بصراحه على عليا. ماشي ده اول ريد فلاج اهو قفشناه. والله كويس. بس انت لسه واحد بتقول لي انا بكذب وكذبت عليا بعدها بدقيقتين. هي كدبه بيضه اهي. يعني ما كانتش بالصدفه ولا كانت اول؟ لا لا بس كانت ثالث مره والله مثلا. ثالث مره دي كدبه بيضه ثانيه. طب انا عايز اسالك بقى سؤال، انت بتحبي الجود بويز ولا الباد بويز؟ بتشد دايما للاسف للباد بويز. برافو عليك والله. بيبقوا باد بويز متنكرين كده لا لا هو بيبقى باين. انت بقى شايف نفسك جود بوي ولا باد بوي؟ انا شايف اللي انت كنت هتقولي عليه وغيرت رايك، ده جود بوي بس هو متنكر. باد بوي متنكر؟ باد بوي بس هو متنكر. هو انت عايزني ما اقول نو يعني؟ انت بترد. لا مش هتقولي نو، انا بقول لك انت بترد عند. والله انت اللي بتعمل برضه. والله العظيم انا عارف، ده بقول حقيقه اقسم بالله. ايه النظام؟ النظام انت بقى قولي كام؟ 7. ليه قلت على طول؟ انا كنت فاكراك هتشوقني. شفتي بقى ان انا ما بكدبش؟ بحب الجندوفلي قوي على فكره. انا كنت لسه هقول لك ده بجد نقطه ضعف. بيفكرني بزمان يعني لما كنت بروح الساحل مع اهلي وكده. تحب الساحل الطيب ولا الشرير؟ بميل شويه يعني للساحل الشرير عشان كل اصحابي بقى يحبوه، فمضطر امشي معاهم. اعمل ايه طيب؟ بحبه قوي. بحب السي فود كمان عامه يعني. انا بعشق برضو سي فود. ليه بقى انت تحبي الساحل الطيب ولا الشرير؟ ما بحبش الساحل الشرير خالص. لو نفس الفايبس في الساحل الطيب انا مش هيبقى عندي اي مشكله يعني. مثلا زي دي بيز مع انها في الساحل الشرير، بس هي بالنسبه لي الطاقه بتاعت المكان. والكومبو بقى اللي ما بين ليمون سبيسز ودي بي مع بعض هو اللي عامل الفايب دي. بس انا اغلبيه اليوم بيبقى بالنسبه لي ساحل الطيب. انت بقى بتطبل لي يعني، بتقولي انك انت كمان بتحب الاجواء الهاديه وكده عشان تجر رجلي يعني. انت خلي بالك من ساعه ما قلت لك ان انا بكدب كده بيضه خلاص خدتيها في كل حاجه. ما خلاص، ما انت برضه خلاص كده بكدب في كل حاجه خلاص. انت اللي قلت. انا بص انا غلطان ان انا قلت العيب ده، فاهم؟ ما كانش ينفع اقوله. طب وانت بقى عندك مشكله انه صاحبتها بتروح الساحل مع اصحابها الولاد؟ الولاد بس يعني؟ لا جروب يعني ولاد وبنات. عادي المشكله بجد؟ طالما انا عارف وطالما يعني هي قاعده مع اصحابها البنات والولاد قاعدين في حته تانية، ايه المشكله؟ وهتبقى برضو لازم تصور لك قبل ما تنزل اكيد في الساحل. ولا هتبقى بالصدفه؟ لا في الساحل بقى، دي مش صدفه خالص. ولا كدبه بيضة ولا فيها حاجه. اشمعنى الساحل؟ ما انت عشان عارفه اجواء الساحل بقى، اللبس مفتوح شويه. يعني انت عندك مشكله في اللبس المفتوح؟ جدا جدا. ده الصراحه دي لا ده ممكن تحطي فوق جدا 15 جدا كمان يعني. ما
عارف تلبس بيكيني؟ لا بيكيني ده تلبسه بقى وهي بقى ساكنه في القاهره بقى وهي قاعده في البيت كده ممكن تلبسه في البيت. في البيت بيكيني كنت تلبسه بقى تنزل البوني وجوه ولا حاجه في انت بتهزر ولا بتتكلم؟ والله العظيم بكلمك بجد. مايو اكيد مايو وان بيس عادي. لا 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 امال ايه ما تعومش؟ وان بيس ماشي ساكن يعني. والله كنت هقول لك تمام بس يعني ما ينفعش تعوم كمان مش فاهم. لا 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 ينفع تعوم يعني. انت بالنسبه لك الوان بيس اللي هو ايه بقى؟ بالنسبه لي ان هو مغطي جسمها اللي هو السبيدو ده بتاع السباحه. السبيدو اللي هو المايوهات السباحه دي اللي هي بتبقى مقفوله لحد كده بقى. جايه تهزري بقى؟ هو شبه. انا بسال. ايوه هو شبه. اصل في مايوهات وان بيس بتبقى اصلا مفتوحه اكتر من البيكيني. طب ما انا اكيد مش هوافق عليها يعني. انا اصلا لاغي فكره البيكيني عشان تجيب لي. ايه لاغيها بقى؟ مش لاغيها وانا الغيها عشانها. عشانها غلط. هي ما حدش هيضايقها. ما هي كله لابس زيها. انا مالي بكله وانا ما حدش هيضايقها. انت بتقول عشانها. عشان ايه بقى؟ عشان ما حدش يضايقها. لا علشان هي عارفه ان هو غلط يعني. ده ما بتعاند فيه ليه؟ غلط كفكره ايه يعني؟ نعتبر مثلا ان هي خطيبتي. تمام حقك. لو هي مبادئها وعقليتها زيك حقك. بس لو هي مختلفه. ما لو هي مختلفه مش هنبقى مع بعض من الاول اصلا. طب قولي لي انت بقى لو انت على البحر ايه شكل الولد اللي هيشدك؟ حاسه ان مش هتحب اجابتي. انا ما بحبش بقى اللي شكلهم طالعين من الجيم خالص دول. اوكي متزيت كده ومعضل وسكس باكس. لا انا بحب يبقى عنده كرش صغنطط عادي كده. موظف يعني؟ لا مش موظف. في بيبقى شكلهم بيحاولوا يبقى شكلهم طالعين من مجله. انت قصدك الناس ضخمين مش عارف. انا مش كده خالص. انا راجل لعيب كوره يعني فت جسمي فت. مش اللي هو مبلك بقى وعضل وبتاع وعضله يخبط في السقف ومفيش الكلام ده خالص. حاسك خدت على نفسك يعني. حسيت ان في اهانه شويه بتوع الجيم. لا ما انت لعيب كوره. انا ما قلتش لعيب كوره. قلت بتوع الجيم بس. خلاص يبقى لا الموضوع مش معايا. لو شفت واحده على البحر لابسه بيكيني وعجبتك هتروح تعرف عليها ازاي مثلا؟ بصي وانا من نوع الاشخاص اللي مش بتعكس بصراحه. ما بحبش الموضوع ده خالص. انا ممكن اقول لها انا عايز كرسي بس بعد اذنك ممكن؟ لا والله. هو طب هقول لها ايه؟ طيب طب والله محترم. وبعدين انا ممكن اعمل كام حاجه بعدها بس اللي هم يبقوا حاجات عاديه برده مش اللي هو اعرف اتعرف عليها لان انا ما اعرفش اخش. اه يعني ممكن تشوف واحده عجباك قوي بس مش شرط تروح تتعرف عليها. ممكن اقول لحد جنبي اقول له دي بنت حلوه جدا مش عارف ايه. ايه ده انت صريح معايا اهو. قولي لي بقى انت بتحبي السفر جوه مصر ولا بره مصر اكتر؟ في اماكن كتير في مصر ما عمري ما روحتها لسه عايزه اروحها بس برده بحب اسافر بره مصر يعني. بتحبي جوه مصر اكتر؟ واضح كده. لا ما قلتش كده. قلت بحب الاثنين بس اهم حاجه بالنسبه لي ان البروسيس الحجز ما يبقاش متعب يعني. مثلا وانا بحجز في الامن سبيسز الموضوع كان سهل جدا. انت عايزه التريب كلها تبقى سهله يعني. بقول لك ان انا بحب التشيل فايب. دي احلى حاجه فيكي فعلا. احلى حاجه في ايه؟ في حاجات كتير. كويس. طب والله انا كرماك. والله انا مش هقول بقى المره دي. انا قلت والله انا كرماك. عايز تعرف كام ولا لا؟ انا بحب مفاجآت. خليها مفاجاه. بقول لك الدنيا ليلت علينا. عمرك شفت ديت طويل كده؟ فضلنا من الصبح بالليل عشان عدى من غير ما احنا نكون مركزين اصلا. هو انت عايز تتجوز مبدئيا؟ انا عايز اتجوز جدا. عايز تعمل فرحك ازاي؟ نفس الاجواء اللي احنا فيها دي كده يعني. عايز اعمله على البحر. ايه ده بجد؟ وانا كمان. سلام. قلت لك في حاجات ما بيننا كتير. ما قلتش كده قبل. والله قلت لك انت بس مش مركزه بالكلام. انت برضه تحبي كده ولا؟ لا ايوه انا عايز اعمل فرح على البحر يعني. عارف الافراح اللي بتبقى كذا يوم دول؟ 3 4 ايام. كنت لسه هسالك عايزه تعزمي ناس كتير بس معنى ان انت بتقولي لي عايزه 3 ايام يبقى اكيد كل الناس هتيجي. مبدئيا الثلاث ايام بيبقى فيهم حفلات. تاني يوم بيبقى فرح. تالت يوم حفله الوداع. مش انت بتحب الجيم بقى والكوره وبتاع؟ لو عملنا مثلا فرحنا في دي بي في سبورتس سوسايتي فيها كل اللي نفسك فيه. جيم ومش عارفه كوره وبادل. في كمان ممكن نركب خيل على البحر. الخيل ده اكتر حاجه انا بحبها في حياتي بجد. عمرك ركبت خيل على البحر؟ طبعا. انا عمري ما ركبت خيل على البحر. بس دي احلى حاجه بقى ان انت اول مره نجربها سوا. 3 ايام في دي بي وهنركب خيل على البحر. انت مامتك بتجيب لك عرايس؟ يا نهار ازرق. ده كل يوم كل ما ادخل معاه في اي حته عريس بنتي عريسه بنتي. مفيش ولا واحده عجبتك فيهم؟ لا يعني ممكن يكون في ناس عجبتني بس انا ما بحبش الطريقه دي. طب انت تعتبر نفسك من 1 لـ10 جاهز قد ايه للجواز؟ 9. بجد؟ ممكن تتجوز حد كان متجوز قبل كده؟ والله لو لقيت ان هي فعلا مناسبه وتنفع هعمل كده. ولو عندها عيال وهيبقوا لازم يعيشوا معاكوا بقى في البيت وبتاع؟ لو انا فعلا بحبها ما هو اللي بيحب حد هياخده بكل حاجته. لقيت فعلا حاجه ما تضايقكش؟ لا تضايقني ليه؟ هي كانت متجوزه يعني مش معيوبه يعني كانت متجوزه. طب انت بقى عايز تخلفي؟ حاسه انه يعني لو اخدت القرار يعني هيبقى مش دلوقتي خالص. المشكله بقى ان انا عايز اخلف على طول. هي دي بقى الفكره. دي مصيبه. ده عامل صح ومظبوط جدا والله. انا الصراحه قلت معاك المره. مش مشكله بس انا مش ندمان كده كده يعني. دي مش ندمان عليك. انت ما ضايقتنيش بس ما بسطتنيش برضه. تفتكري شكلي عامل ازاي؟ جسمك رياضي؟ شعرك غامق؟ طب انا تفتكر شكلي عامل ازاي؟ حاسك طويله شويه ممكن. اوكي. طب قولي لي بقى تفتكري هننزل ديت مع بعض تاني ولا لا؟ بس
السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ عامل ايه؟ طيب نورين. عادل، هاي. صوتك زي شكلك والله رقيق. رقيق برضو. انا اديتك ياس الحقيقه، حسيتك ما عندكش مشكله في السياسه، يعني مش بتعند وخلاص. انا كنت خايف ان انت من اعتراضي ده يوصل لك وي ثانيه خالص. بالظبط، عشان كده انا قصدت ان انا افهمك. عشان اغير رايي؟ عشان تغيري رايي. ما انا غيرت. في حاجات ما بيننا كتير إيه؟ مشتركه الا موضوع المايو ده. يعني على فكرة أنا مش ما عنديش مشكلة في موضوع المايو ده. أنا فكرة هل الشخص اللي قدامي بيتناقش ولا لأ، مش بيكرر كده وخلاص. لا لا، مش بأمر. بس أنا أكتر حاجة حبيتها الفايبس اللي ما بينا، واللي أنت بتحبي حاجات أنا بحبها كتير. طب وموضوع إن أنت عايز تتجوز وتخلف على طول، ده برضو إحنا نسيناه. بصي، هو أنا عايز أتجوز على طول. موضوع أخلف ده عادي، إحنا برضو ممكن نتناقش فيه، اللي هو ممكن ما نخلفش دلوقتي ونخلف عادي، بس نخلف. ننزل الديت التاني الأول بس، وبعد كده نبقى نشوف الحوار. أنا شايف كده. لا، ما هو ده اللي هيحصل. تقول إنك البطيخة أكلتك المفضلة. لا، ده البطيخ ده بالنسبة لي عيش، أكتر فاكهة بحبها. طب ما تاكل. يلا بينا ناكل، ما ناكلش ليه؟ ده تاكلها بقى بحب بقى. انت شايف انا اديتك كام؟ انا اديتك 5 في ريد فلاج، وانت اديتني 7. احترم والله. وساحل اديتك برضو 5، وانا اديتك 6. انا دايما سابق خطوه، خلي بالك. ماريج ما اعرفش ليه انا قررت اقول 3. كنت اتقفلت. يمكن لا لا، اه بالظبط، اتقفلت عشان موضوع المايو ده. مع اني فوتته لك في ساحل. لا لا، ما انا خدت بالي. بس خلي بالك، انا اديتك 9 لان انا بالنسبه لي، انا قلت لك انا حابب الفايبس. اشمعنى 9 فعلا؟ ما انا قلت لك عشان احس ان انت شبهي في حاجات كتير، بالذات لما قعدتي تتكلمي في موضوع ان انت الفايبس اللي بتحبيها، ولما سالتك على موضوع الساحل الشرير والطيب والحاجات دي. بس اختلفنا في حاجات برضه. طبعا اختلفنا في حاجات، بس انا شايف ان حاجتنا قليلين هم قريبين من بعض الحاجه. بس انا بحاسبك ان انت ليه اديتني سكور عالي. عايزه افهم بس. فالمفروض انا اللي حاسبك ليه 3 دي؟ انت 3 دي يعني مش موجود بس خالص. بس في الاخر قلت يس. صح، ما هي دي مش فارقه. ما انا عشان كده مش متضايق من 3 دي. كويس. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وفولو بنش سيركل على فيسبوك وانستغرام وتيك توك واكس وثريد، وسبسكرايب على يوتيوب. ولو عايزين تيجوا ذا بلايند ديت شو، اعملوا شير للفيديو ده وتاج لثلاثة من صحابكم في الكومنتس. ولو عايزين تجربوا الاكسبيرينس زينا مع لامن سبيسز، ادخلوا على الويب سايت بتاعهم lemonspaces.com، اعملوا لهم فولو على انستغرام. وغير الكولاب بتاعهم مع دي بي وتطوير مصر في الساحل، كمان عندهم اماكن كتير تانية في القاهره، وهيكونوا في اماكن تانية في مصر قريب. بس خلي بالك، البطيخ مع الفايبس كده. الديت خلص بطريقه جميله جدا. وكمان هينب بطيخه على حاجه في الدنيا ده. بطيخ دي بي. بطيخ دي بي برضه. ماشي. اهم حاجه بس نعمل الثلاث ايام اللي انت قلت عليهم، عشان طول الوقت عمال افكر فيه. طول الوقت. طول الوقت عمال افكر فيه. انت بسطتني جدا والله العظيم بجد. ثلاث ايام. ثلاث ايام هنا؟ مش عايزهم 4 في دي بي؟ 4 والله. فين؟ هنا برضه. 4 ايام محدش هيجي. هم 3. خلاص، هم 3.